التفاح الا اجتمع مع البنجر، هذه الباربا كنسموها حنا الشمندر الاحمر، الا اجتمع مع الباربا غير هي الباربا ما ياخذوش الناس ديال السكر، لان حلوه فيها سكروز يعني. ولكن الناس اللي ما عندهمش السكر الا جمعوا التفاح مع الباربا كيتغسلوا جميع الاعضاء، يعني الكبد والمعدة والمرارة والأمعاء والكلية، جميع الأمعاء كيتغسلوا حتى المتر. ولما لا الباربا والتفاح كيتزامنوا كيكونوا في نفس الموسم، لما لا؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.